مهرجان ميدل بيست الرياض واحد من أهم وأشهر المهرجانات في المنطقة العربية وعلى مستوى العالم. حفلات ميدل بيست التي باتت تصنف كأضخم مهرجان موسيقى بالشرق الأوسط والتي تقام خلال هذه الأيام من ديسمبر ضمن موسم الرياض. أكثر من 200 فنان وفنانة في عالم الموسيقى يؤدون عروضهم على 7 مسارح في مدينة الرياض أمام الآلاف من الجماهير على مدار عدة أيام متواصلة، الذي تضج وسائل الإعلام هذه الأيام بأخباره. مهرجان ميدل بيست انطلق في نسخته الأولى في العام 2019، ثم نسخته الثانية في العام 2020، والثالثة في العام 2021، واليوم في نسخته الحالية وهي الرابعة. انطلقت نسخة ميدل بيست الرياض 2022 تحت شعار ساوند ستورم، والذي يجري تنظيمه بزخم وإبهار أكثر من النسخ الماضية من خلال أضواء مبهرة بجانب العروض الغنائية على مسارح الحفل. وصل حد دخول المسرح العربي لفعاليات ميدل بيست موسوعة جينيس للأرقام القياسية بكثافة الإضاءة والطول، والتي بالإمكان مشاهدته على بعد كيلو بالطريق الرئيسية. لكن في خضم كل تلك الترتيبات الدقيقة والبرامج المنظمة، يخرج بعض المشاهد الصادمة الفردية والتي من شأنها تشويه الهدف الأساسي التي أقيمت الفعاليات لأجلها. في هذا الفيديو سنقدم لكم أبرز المشاهد التي حدثت في فعاليات مهرجان ميدل بيست 2022. فتاة بملابس غير لائقة، تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر تويتر مقطع فيديو لفتاة سعودية قامت بنزع ملابسها العلوية لتظهر فقط بحمالة الصدر ذات اللون الأخضر الذي يتماشى مع ألوان العلم السعودي. وأظهر الفيديو العديد من الشبان المحيطين بها شواذ في مهرجان ميدل بيست. جاء تداول هذه الفيديوهات بعد ساعات فقط من انتشار مقطع فيديو يوثق وجود شواذ جنسيا داخل مهرجان ميدل بيست. شاب يتشبه بالنساء، لم يقف الأمر عند هذا الحد، فقد تم تداول مقطع فيديو آخر لشاب سعودي وهو يتراقص وأخذ يتمايل على أنغام الموسيقى بصورة أثارت اندهاش المحيطين به في الحفل. فتاة تتناول مشروبات كحولية، كما أظهر مقطع فيديو إحدى الفتيات وهي تتناول المشروبات الكحولية شبان. وشهد المهرجان أيضا العديد من الحوادث والمشاجرات بين الشبان، حيث وثق أحد المقاطع مضاربة قوية بين عدد من الشبان، وظهر عدد من الشبان وهم يتبادلون اللكمات مع بعضهم البعض دون تواجد أمني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أحبتي في الله، أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. يتصدر مهرجان ميدل بيست الترند السعودي، حيث عبر العديد من المغردين السعوديين عن غضبهم من بعض المشاهد اللي رأيناه مع بعض، وكثير مثل هذه المشاهد اللي وجدها البعض لا تتناسب مع المجتمع المحافظ. طبعا بعد انتشار العشرات الحالات من التحرش وممارسة الشذوذ بشكل علني ضمن هذه الفعاليات، أعلنت السلطات الأمنية عن كشف هوية جميع الأشخاص المشاركين في هذه الممارسة. والسؤال اللي يطرح نفسه، هل نحن كمسلمين، هل الله سبحانه وتعالى ينزل عقابه وغضبه علينا بسبب هذه الأعمال الفاسدة المفسدة للمجتمع؟ سمعتم من ضمن التعليق أن هذه الحالات أخرجت مسمى المهرجان من هدفه الأساسي. هو إيش هدف هذا المهرجان غير هذا؟ إيش هدف مهرجان موسيقي يدعى إليه من شتى أنحاء العالم، مطربين، مغنين، مفسدين؟ أليس هذا نتيجة هذا المهرجان؟ فلماذا التعجب والاستغراب مما حصل؟ ولماذا الأمن يلقي القبض على المشاركين؟ لماذا سمحوا أصلاً بدخول هذا المكان؟ لماذا أقاموا هذا المكان وهم يعرفون أن نتيجة إقامة مثل هذا المهرجان هو هذا الشيء الذي نراه؟ أعطيك مسدس روح اقتل الناس، ثم بعدين أجيبك أقول لك ليش تقتل الناس؟ شر البلية
ما يضحك. نرجع إلى سؤالنا الأصلي، هل نحن نحاسب على مثل هذه الأعمال؟ أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على التمسك بهذا الدين القويم، وأن يبعد عنا الفساد وأهل الفساد وأهل الشر وكل من يسعى لنشر الشر والفساد بين الناس. في القرآن الكريم آيات كثيرة ترشد إلى أن الإنسان لا يتحمل عقاب ذنب فعله إنسان غيره، ولا يحاسب على جرم ارتكبه شخص آخر. من تلك الآيات: ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله سبحانه وتعالى: كل امرئ بما كسب رهين، ونحو ذلك من الآيات التي تقرر هذا المعنى. وبالمقابل ثمة آيات أخرى تفيد أن العقاب يلحق بمن ليس له يد في فعله أو ارتكابه. نقرأ في قوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، وقوله تعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هاتان الآيتان تدلان على أن العقاب يعم الناس جميعا، مع أن الذنب والمعصية لم يكن منهم جميعا، بل كان من فئة خاصة ومحددة. هؤلاء فئة الظالمين في الآية الأولى وفئة المترفين في الآية الثانية. نعم أحبتي في الله، للأسف قد يبدو للقارئ عجل أن بين هذه الآيات تعارض أو تناقض. أجاب أهل العلم على هذا السؤال جوابا يزيل الإشكال ويرفع ما يبدو من تعارض وتناقض بين تلك الآيات. ماذا قالوا؟ قالوا إن الأصل في العقاب أن تكون خاصة، لكن لما كان الناس يعيشون في مجتمع واحد ويتقاسمون معا أفراح الحياة وأتراحها، كان عليهم أن يتحملوا المسؤولية الجماعية في بناء هذا المجتمع ووضعه على مساره الصحيح. فإذا حاول البعض أن يخرق هذا المسار أو أن يغير من اتجاهه، فإنه يتعين على الآخرين الأخذ على يده وإعادته إلى جادة الصواب والرشاد. فإذا لم يفعلوا ذلك كان عليهم أن يتحملوا نتيجة ذلك الفساد وذلك التقصير. إذن العقاب من حيث الأصل شخصي وفردي، وهو جار كذلك إذا لم يكن للذنب المرتكب تأثيرا على المجتمع. أما إذا كان الذنب يتعدى حدود الشخص وحدود الفرد مثل ما نرى، فإن على المجتمع في مثل هذه الحالة أن يتحرك ليحفظ جانبه ويحمي أمنه، فإن لم يفعل ذلك كان مقصرا، وبالتالي عليه أن يتحمل عاقبة هذا التقصير. الناس إذا قصروا في واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان ذلك مدعاة لعموم العقاب وسببا لنزول العذاب، وليس لهم أن يقولوا: ليس الذنب ذنبنا وليس من العدل عقابنا. لأننا نقول ما داموا مسلمين ويعيشون في هذا المجتمع معا ويتحملون جزءا من التبعة والمسؤولية، كان عليهم أن لا يدعوا الظالم يتمادى في ظلمه، وأن لا يتركوا أهل الغي يسترسلون في غيهم، بل عليهم أن يأمروا بكل ما هو معروف وأن ينهوا عن كل ما هو منكر. فإذا هم لم يفعلوا ذلك فعليهم أن يتحملوا عاقبة أمرهم. الناس إذا تظاهروا بالمنكر فمن الفرض على كل من رآه أن يغيره، فإذا سكت عليه فكلهم عاص، هذا يفعله وهذا برضاه، وقد جعل الله في حكمه وحكمته الراضي بمنزلة العامل. وهذا المعنى الذي قررناه آنفا تشهد له أحاديث عديدة تشد من أزره وتأخذ بيده إلى مصاف السنن الكونية التي أقام الله عليها أمر الحياة، ولن تجد لسنة الله تبديلا. نعم أحبتي في الله، نحن محاسبون على هذا المنكر، يجب أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ولو بكلمة ولو في مجالسنا، دون التعرض لشخصيات ودون التعرض لما يسبب لنا فتنة أكبر وشر أكبر. من تلك الأحاديث التي تؤكد على هذا الواجب الاجتماعي، واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قوله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا
من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. معنى استهموا يعني اقترعوا، أي اقترعوا من يجلس في أعلى السفينة ومن يجلس في أسفلها. يقول الإمام القرطبي بعد أن ساق هذا الحديث: ففي هذا الحديث تعذيب العامة بذنوب الخاصة، وفيه استحقاق العقوبة بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالفتنة إذا عمت هلك الكل، وذلك عند ظهور المعاصي وانتشار المنكر وعدم التغيير. نعم أحبتي في الله. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه استيقظ من نومه فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج. قلت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. وقد صح عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: يا أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يده أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. هذه هي سنن الله الكونية، وهذه هي سنن الله في خلقه. فانتبه يا عبد الله ويا أمة الله، إذا لم تستطع أن تفعل شيئا ارفع يديك إلى بارئك وتبرأ من هذه الأعمال الفاسدة المفسدة والجأ إليه، وادعو الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا هذه الفتن، وأن يبعد أبناءنا وأهالينا عنها، ويحفظ مجتمعاتنا من شرورها ومن غضب الله علينا بسببها. والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يدي الظالم ولتأطرنه على الحق أطرا ولتقصرنه على الحق قصرا، لتأطرنه أي لتحملنه على الحق والصواب ولو عن غير إرادته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ البلاد والعباد من شر الأشرار ومن فساد المفسدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.